بدك توصل لسبب أي مشكلة في العالم، ابدأ منها حل وشوف إذا ما كان حلك جذري. خمسة لماذا؟ استراتيجية حل أي مشكلة في العالم. أعطي مثال. معروف تمثال الحرية في أمريكا؟ ستاتي أوف ليبرتي. هذا تابع لدائرة الآثار في نيويورك، تمام؟ لاحظوا بأحد السنوات وجود صدى على جسم التمثال، وجود صدى كوروجين. إجوا سألوا لماذا في صدى؟ فطلع معهم لأنهم بيستخدموا مادة حامضية في غسل جسم التمثال. بطلوا يسألوا لماذا في صدى. لماذا بنستخدم مادة حامضية؟ لماذا الثانية؟ لماذا احنا بنستخدم مادة حامضية؟ طلع بسبب انه في فضلات الحمام اللي بتيجي ما بتروح الا بمادة حامضية. لماذا الحمام جاي عندنا على التمثال؟ طلع الحمام عم بيجي عشان يتغذى على الحشرات والعناكب الصغيرة. لماذا الحشرات والعناكب جاي على التمثال؟ طلع بسبب الإضاءة الشديدة ليلا تجذب. فكان الحل اطفاء الإضاءة ساعة، زاد عمر النصب 25 سنة. ولو وقفت عند الحمام كان نزلت ناس تصيد حمام. خمسة لماذا؟ جذر المشكلة واعكس تصل إلى الحل. حل أي مشكلة في العالم، اعكس الجذر واسأل كيف. حل أي مشكلة في العالم، اوصل للجذر بخمسة لماذا، واعكس واسأل كيف. طب لماذا مش أكثر من خمسة لماذا؟ قال لك 90% من المشاكل على خمسة لماذا ببين الجذر.